طب هل اقدر اشتغل ثاني؟ احنا رجعنا بنكمل عن الفيديو الاولاني ان احنا شغالين على السيركل وان احنا تعرفنا على حاجه اسمها ريديس. فازاي استفيد من الريديس؟ فاحنا قلنا في الاكزامبل اللي فات ان احنا لما تبقى عندي ام اي ام بي دوت ايكوال، كان في الاكزامبل اللي فات كان مديني الفيرتكس الانجل بتاعتي بالرابط، المره دي اداني الانجل بتاع البيز وهنا بقى عندي ميسنج، عايز الميجر بتاع الام. بنفس الطريقه سيميلر، انا عندي يا مستر الام بي ايكوال ام اي، يبقى الانجل بتوع البيز ايكوال، بس المره دي هنعمل حاجه ثانيه. ايه هي بقى؟ خد بالك معايا، مش احنا اتفقنا الانجل اي وبي ار ايكوال؟ انجل ايه بكام؟ 50. يبقى الانجل بتاع البي 50، فبي معايا كام انجلز؟ 2. بكام؟ 100. انا عايز دي، يبقى المره دي ال 100 هماينس منها الصم بتوع الانجل بتوع البيز 50 بلس 50 ايكوال 80، وكده ابقى انا جبت لك الميجر بتاع الانجل اي ام بي ايكوال 80 ديجري. ستوب.